السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا بنعمل اي بحث علمي بنحتاج ان احنا ننظم الداتا اللي موجودة عندنا، فبيبقى عندنا كمية بيانات كتيرة جدا، ففي مواقع بتبدأ ان هي تعملها بشكل جميل زي كده، تاخد مثلا بيانات زي سيلز المبيعات، يكون عندك ارقام كتيرة ومش قادرين نحدد اني مثلا فرع اللي بيبيع اكتر او اني منتج اللي بيبيع اكتر، لكن لما يتم تنظيمهم بأشكال بيانية أو أشكال توضيحية بيكون الموضوع أسهل. عاملة زي برنامج باور بي آي، بتبدأ تحط الداتا فبتبدأ تظهر معاك، فبتبدأ حتى تشرح للناس طريقة الشغل والداتا ديت بالتقسيم بتاعها والتنظيم بتاعها وهكذا. فبيقولك انت ممكن تاخد الداتا من الإكسل، من شيت، من جي اي فور، من دروب بوكس، اير تيبل، جوجل ادس، كل البيانات اللي عندك تقدر ان انت تحللها. ده اول موقع هو بوليمر از از بزنس انتليجنس. طيب تعال نشوف الموقع التاني برضو اناليسيس للداتا اللي عندك. بحيث ان انت تقدر تشوف اشكال بيانية توضيحية، وده برضو بيجيب لك البيانات اللي عندك في اشكال المنظمة. التلات مواقع اللي فاتوا كانوا بيتكلموا على البيانات الكمية، هنا بقى بيتكلم على البيانات النوعية، وتقدر ان انت تحلل اي كمية داتا حتى لو من صور، فيديوهات، تقدر ان انت تحلل الداتا اللي موجودة جواها. انت مجرد تديله الداتا وبيبدأ ان هو يدخل جواها ويحللها لك ويجيب لك الداتا بشكل منظم. هنا بدل ما تاخد الداتا تكتب انت الملحوظات بشكل مانوال، لا هو اوتوماتيك يعني يكون لك الملحوظات والنوتس والملخص للاجتماعات، ملخص للحاجات اللي اتفقتوا عليها، فده برضو أداة كويسة جدا.